السلام عليكم ورجعنا لكم في فيديو جديد وقبل شوي بالعروض الأسبوعية صدرت الشاحنة الجديدة وعشان نشتريها لازم نطلع الجوال ونروح للإنترنت وتلاقيها بالموقع الحربي بسعر مليون وستمية وثلاثين ألف وبتقدر تأخذها بمليون ومئتين واثنين وعشرين ألف إذا استخدمتها كطريقة دخول لمهمة الجزيرة بعد ما تشتريها لازم تطلع الجوال وتتصل على بيجاسوس وتلاقيها في فئة ميليتري وبتدفع 200 دولار عشان تطلبها وهذا اول شغله سيئه عن الشاحنه وبما انها تابعه لشركه بيجاسوس فلازم تنسى شيء اسمه تعديلات لانه باختصار ما تقدر تحط اي اضافه ولا تغيير الوان ولا اي شيء نهائيا واصلا جراجات التعديل ما راح تفتح الباب اذا معك هذه الشاحنه لانك ما تقدر تخزنها في اي جراج ولازم دائما تطلبها من عند بيجاسوس الشكل والتصميم ماخوذ من شاحنتين الاولى هي سي اس ام 8 والثانيه رينوت تي ار ام 4000 وطبعا روك اخذت شوي من كل وحده ودمجتهم مع بعض عشان يصمموا هذه الشاحنه الهدف الرئيسي منها هو انك تدخل للقصر في الجزيره بدون ما تنكشف وكان المفروض ما تطلع من الجزيره اصلا لانك ما تقدر تستعملها لاي شيء بالسيرفر عادي فمثلا اذا كنت بتروح لاي مكان وانت داعس بنزين ورجلك شوي وبتطلع من عند المحرك من قوة الداعس بتشوف السيارات العادية تعدي من جنبك ولا كأنك تمشي أصلا بتشوفون السيارة اللي جنبي مو قادر أوصلها مع أني ماشي بأعلى سرعة ولحد يقول لي هذا شاحنة حربية ومو حقة سباقات لأني دفعت مليون وستمية ألف فالمفروض على الأقل أقدر أسبق السيارات اللي بالشارع مو أجلس أتفرج عليهم وهم يعدوا من جنبي بكل بساطة بعدين تعال إذا كانت فعلا حربية وجبلية ومدري إيش المفروض تطلع على هذه الطلعة الصغيرة اللي حتى أبطأ سيارة باللعبة تقدر تسويها لكن أول ما تيجي تمشي بتلاحظ أن السرعة نزلت صارت جدا بطيئه وبالنهايه بتوقف تماما وبتبدا ترجع لورا لهذا السبب حطوها على الجزيره لانه ما في طلعات ولا شيء وبتمشي معك من المطار لين توصل للقصر اذا كان في ميزه واحده فهي انك تقدر تشيل 10 اشخاص وهو نفس عدد ركاب الباصات الصغيره راكبين من قدام وثمانيه ركاب او الجنود من ورا بما انها شاحنه حربيه فقلت نجرب قوه التحمل ولا تتوقع كثير لانها بتنفجر من اول صاروخ بنفس الوقت الكفرات عادية وبدون اي حماية بتنزل بعد اول رصاصة وهذا الشيء ما كنت اتوقعه ابدا على الشاحنة المفروض تكون حربية من الاشياء السيئة انك ما تقدر تبيعها وبمجرد ما تدفع مليون وستمية الف خلاص راحت عليك وما تقدر ترجعها ولا تبيع الشاحنة لانها تابعة لشركة بيجاسوس اذا جيت تلف وانت ماشي بسرعة هذا اذا قدرت تمشي بسرعة اصلا المهم حاول تضغط فرامل لانه مع وزن الشاحنة الكبير إلا أنها بتنقلب بكل سهولة على اللفات سويت تجربة صغيرة عند المطار الحربي في هذه البحيرة مدري النهر المهم أنها مشت وصارت تنزل بالبحر وتطلع من الجهة الثانية عادي بدون أي مشكلة لكن بعدها تحمست شوي وقلت لازم نرفع درجة الصعوبة وصار اللي صار فإذا تبي رأيي هذه المشاحنة تستحق أنك تشتريها ولا تخسر فلوسك عليها ما فيها سرعة ولا تطلع على أصغر الجبال ولا تقدر تعدلها ولا تقدر تبيعها وكل ما طلبتها بتنزل بمكان بعيد عنك لازم تأخذ سيارة ثانية عشان تروح وتجيبها فاسحب عليها وفر فلوسك مليون وستمية ألف على هذه الشاحنة تعتبر خسارة كبيرة من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسى من اللايك والاشتراك وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله